حكاية النهاردة عن جوزيف ستالين، ده الفيديو الثالث. هنتكلم عن حكم ستالين، وما لقيناش حاجة أحسن إننا نتكلم عن جرائمه في أوكرانيا بمناسبة وجود حرب روسية أوكرانية. تعالوا نتكلم عن جرائم ستالين اللي عملها في أوكرانيا والإبادة الجماعية اللي عملها فيهم وخلص عليهم خالص وقتل ملايين الملايين. تعالوا نحكي الحكاية. طيب، احنا قلنا ان هو ملقب بالديكتاتور الاكثر دموية في القرن العشرين. ستالين حكم روسيا لمدة 31 سنة. بعد وفاة لينين قعد ستالين يظبط في الحكم بالراحة جدا، بالراحة، ويعمل خطط واستراتيجيات علشان يدخل يحكم ويكون صفى كل اعدائه والموضوع يمشي زي ما هو مخطط له بالظبط. تقريبا على مدار 5 سنين كده لحد سنة 1929 بدأ بالظبط يحط خطة خمسية لحكمه اللي جاي. ستالين مسك الحكم كان تقريبا عنده 50 51 سنة، وتوفى وهو عنده 74 سنة، يعني سنة 1953. سنة 1928 عمل خطة خمسية وبدأ يخطط للدولة اليسارية الشيوعية اللي هو بيحكمها عايزها تتفوق على أوروبا. هنراجع الأحداث عشان نعرف تسلسل الأحداث ونفهم روسيا كانت فين وهو عايزها تبقى فين. احنا خارجين من حرب عالمية أولى سنة 1917، الثورة الروسية قامت في 1917، البلاشفة مسكوا الحكم، حصلت حرب أهلية ما بين الجيش الأبيض والجيش الأحمر، ولينين مسك الحكم، عنده دولة منهكة مفلسة ما فيهاش فلوس، خارج من حرب عالمية وحرب أهلية وثورتين. الموضوع كان صعب جداً، ومع ذلك من جبروت ستالين ان هو عايز يخرج من التجربة البشعة دي اللي الناس فيها مش لاقية تاكل، ان هو يوصل ويتفوق على اوروبا. لا، ده مش اي تفوق، ده هيعمل rapid industrialization، يعني حاجة كده عايز يوصل بالثورة الصناعية بين ليلة وضحاها، كده بكرة الصبح نبقى اجمد من اوروبا. طبعا مين اللي هينفذ له المخطط والحاجات اللي هو عايزها دي؟ العمال والفلاحين. روسيا شيوعية، يعني شيوعية زي، احنا لو رجعنا كده بالكلام هنرجع لكارل ماركس. كارل ماركس كل حياته يعني افناها في حقوق البروليتاريا، الطبقة العمالية والشيوعية ومبادئ الشيوعية والحاجات دي، رغم انه ستالين متبني هذا الفكر لكن هيضربه بالنار هو شخصيا. عشان يحقق الخطة الخمسية بتاعته دي محتاج ان هو يبتدي بالفلوس. طيب، هيحل المشكلة دي ازاي؟ عن طريق الزراعة. هيعمل حاجتين، هيزرع المحصول، المحصول هيتلم هيتوزع، هياخد نسبة منه العمال المصانع علشان يشتغلوا وينتجوا اكتر، وهياخد باقي المحصول يبيعه لاوروبا، وبالبيع ده هيدخل فلوس للبلد. حلو قوي، كلام سليم ومش مختلفين لحد دلوقتي. اوكرانيا كانت تابعة في القرن السبعتاشر والثمانتاشر للإمبراطورية الروسية، وبعدين انفصلت عنها في الثورة سنة 1917. حلو الكلام؟ كلام جميل. وبعد كده ضمها الاتحاد السوفيتي سنة 1921. انت رايحة فين؟ لا تعالي، محتاجين. ميزة أوكرانيا بقى في الأراضي الزراعية بتاعتها، أرضها وتربتها حلوة قوي لزراعة القمح والحبوب في المطلق. احنا هنبتدي نشتغل على أوكرانيا في موضوع الزراعة ده، هنزرع فيها والمحصول زي ما قلنا هيتقسم نسبة منه العمال المصانع يشتغلوا وينتجوا على طول على طول على طول، والنسبة التانية هنصدر لأوروبا زي ما ذكرنا، والفلوس هتبتدي تدخل روسيا، فنبتدي ان احنا بكرة الصبح، بكرة الصبح الثورة الصناعية نلاقيها عملت كده في روسيا كلها، الاتحاد السوفيتي كده فجأة ثورة صناعية، اوكي، وهنتفوق على اوروبا الحزة في نفسيتنا دي. طيب، احنا بنتكلم على دكتاتور، يعني راجل كده ماله هدومه دموي، تمام، فالحنية ما بتجيش معي، فاحنا مش هنمشي بقى على مزارع اوكرانيا نخبط عليه كبسة خير، ممكن شوية حبوب عشان عايزين وثورة وعندنا ثورة صناعية بتاعت بكرة دي، يعني مش هيعمل كده. هو هيعمل ايه بقى؟ collectivization، التأميم. لملي يا ابني المزارع دي كلها وتخليها لي مزرعة واحدة، ما انا مش هعدي على 60 70 مزرعة ألم منهم واشوف زرع ولا ما زرعوش، لا، ما احنا شوية بقى هننزل الكرابيك بقى، واللي مش عاجبه هنوديه ورا الشمس، فاهم؟ فلملي بقى كل المزارع دي وتخليها لي مزرعة واحدة تحت إدارة واحدة، والمحصول يجي لي ها نعمل له جدول. طب انا دلوقتي صاحبة ارض واتخذت مني الارض بتاعتي، هسكت؟ يعني انا دلوقتي واحده شقيانه ومشغله ومحصول وفلاحين وصرفه وعامله مجهود رهيب، وبعدين كان قبل يعني ايام روسيا الامبراطوريه الروسيه
كانت طبقة أصحاب الأراضي دول طبقة يعني حاجة محترمة جدا اسمهم كولاكس، وكان طبقة أغنية يعني وعليهم سبوت وأصحاب نفوذ بالمناسبة. فأكيد يعني لما حاكم يجي ياخد مني الأرض هعمل نوش، يعني هعمل قلق، هعترض، هعمل أي حاجة. نرجع لسياسة لينين اللي هو كان عنده قبضة حديدية، بس ربنا مديله شوية ذكاء. هو ستالين ذكي برضه، بس ذكاء عن ذكاء يفرق. يعني لينين كان دبلوماسي جدا، فلينين تعامل مع الكولاكس أصحاب الأراضي الزراعية بشيء من الحكمة. عمل إيه؟ فرض عليهم ضرائب باهظة، تعجيز، اللي هو إيه، انتوا هتفضلوا زي ما انتوا بتشغلوا الأراضي بتاعتكم بتاع، بس أنا هاخد منكم فلوس كتيرة جدا، هتدوهاني، هدخلوا لي فلوس كنبه، معترضين سيبوا الأرض وأنا هشغلها. فهو كان نظام تطفيش بالطريقة، انت قدامك two options، يا اما هتديني فلوس في ايدي يا اما هتديني الارض نفسها. ستالين ما بيتفهمش بقى، احنا لسه هنتناقش، يعني انا لسه دلوقتي هفترض وهلم منك، وانا الارض دي تلزمني عشان انا عندي خطه خمسيه، فانت تسيب الارض وتطلع بره وانا هاخدها، مش عاجبك هموت. فالكولاكس اعترضوا، يعني اعترض هو ما هنعترض عايز فيها حاجه، ما فيش حاجه، بس هم ما كانوش متخيلين ان الموضوع هيحصل، فيه غباء هيحصل في الموضوع. بس قبل الكولاكس دورهم جاي هو تخلص من اي انتلكتشوال، يعني اي حد مؤرخ، كاتب، صحفي، مدرس، متحدث، بابليك سبيكر، اي حد ممكن يفوق العامة ويلفت نظرهم ان اللي بيحصل ده ظلم وبطش وديكتاتورية وانتوا فين ولازم تصوروا، ويقوم العامة ويعني يلفت نظرهم للسياسات ستالين، على طول ستالين خلص عليه. لو الناس قاعدة بتشرب كاكاو في بيتهم لسه ما عملوش حاجة، بس هو عنده خطة ان هو هيقضي على الناس كلها، هيموتهم، فلسه ها لا مش هتقولوا. فصفاهم كلهم، اي حد عنده مخ تم تصفيته تماما، وعلشان كمان محدش يسجل وراه، محدش يدون ولا يكتب اي حاجة، فيبقى في مستند ضد ستالين في يوم من الايام. وطبعا يعني كتم افواه الصحف والجرايد والاعلام بشكل عام يعني. طيب وبعدين بقى عمل ايه؟ مش هينفع يدخل يضرب في الكولاكس من غير ما يسخن الناس عليهم، راجل برضه بيعمل سفاح عنده تكنيك. فعمل ايه بقى؟ شن بروباجندا ضد الكولاكس، سخن الناس في الاعلام بقى والصحف وكده، وكاريكاتير ورسومات وحاجات ضد الكولاكس، ان دول اللي واكلين شقاكوا وتعبكوا وعاملين فيكوا ومسويين وبيخونوا البلد وبيتوالسوا مع الاعداء وبيحطوا اسعار باهظه جدا فبدا يسخن العامه ضد اصحاب الاراضي الزراعيه، وبيلبسوا في اواضي بقى الكولاكس اللي هو ايه بقى، دول راس ماليين، دول مش عايزين الدوله الشيوعيه، دول مش عايزين اليسار، والحقوا بيعملوا فيكوا ايه وبياخدوا شقكوا وتعبكم، على اساس ان هو مش هيعمل كده بس يعني الحقوا وبتاع. وبالفعل الناس بدات تسخن عليهم. طب الخطوه الثانيه بقى، هنسخن بس كده بالبق؟ لا، خدوا حقكم منهم. فبدات الناس تدخل على المزارع، على الكولاكس، تحرق المحصول، تموت الحيوانات، تضرب في اصحاب الارض. يعني تخيل فلاح بسيط بقى داخل بقى بيضرب من راس مالي شرير بياخد عرقي وشقايه وبتاع، فخبط الطبقتين في بعض، طبقه الفلاح وطبقه الكولاكس صاحب الارض نفسها، وهو بدا يقوم الاثنين على بعض. وفي يوم 27 ديسمبر 1929 اقترح ستالين اقتراح كرياتيف جدا، يعني مع الكولاكس مضايقينكم ومضايقني بس مضايقينكم، طب ما نطهر المجتمع منه، يعني طبقة اجتماعية شريرة جدا فاحنا نتخلص منها، طبقة اجتماعية ولا ليها اي 30 لازمة الحقيقة. يعني اول مرة اشوف طبقة اجتماعية بتتكرمش وتترمي، ودي طبقة اجتماعية ملهاش لازمة، ارميها بقى، ارميها، خدها، دول بني ادمين، دول حاجات، دول اقتصاد بلد، دول يعني لا. فنادى بتطهير المجتمع من طبقه الكولاكس، واتسمت تاريخيا بليكويديشن اوف ذا كولاكس. ومش على سبيل الهزار مثلا، مش على سبيل تغيير النشاط مثلا، هو يعني واحد صاحب ارض يروح يفتح كشك فاحنا كده طهرنا المجتمع من الكولاكس، لا لا لا، هو قضى عليهم فعلا، يعني قتل
إعدام، شنق، ورمي بالرصاص، و نفي، ولمهم في المعتقلات الستالينية. ويعني اللي هو الواحد كان يمشي كده في الأراضي الزراعية يلاقي البوليس موقف صف 20 واحد وبيموتهم كده، فهو يعني كان إبادة جماعية جماعية جماعية. الواقعة دي تاريخيا اتسمت بالديكولاكيزيشن، والبوليتبورو المكتب السياسي صدق على قرار ستالين على التخلص والتطهير من هذه الطبقة الاجتماعية على مدار 3 سنين. البوليس مثل البوليس بقى السري، بوليس عادي بيمشوا يقتلوا في الكولاكس، ومن هنا ماتت ملايين من الأوكرانيين أصحاب الأراضي الزراعية. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا الهدفين بتاع التصدير والعمال، فاحنا محتاجين المحصول، وخلصنا بقى من أصحاب الأراضي اللي عاملين لنا قلق ده، والأراضي دلوقتي بقت تابعة للدولة وملك ليهم يعني، فتمام جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنعذب الفلاحين. يعني أنا متخيلة كارل ماركس اللي هو بيسقف له في قبره، اللي هو برافو يا ابني والله، برافو برافو، يخرب بيتك يعني نتعت من قلبك في حقوق بلوريتاريا وفلاحين وضد الرأسمالية، جه ستالين يبوظ كل ده. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنموت الفلاحين شخصيا، هنعذبهم. ليه بقى؟ لانه حط لهم تارجت تعجيزي سنه 32. يعني انا مفروض انا كفلاح انا هطلع محصول اكس، لا هو حط لهم 10 اضعاف. يعني 32 تقريبا كان عايز منهم 4 مليون طن في المحصول بتاعه. طيب انا فلاح مش قادر اطلع اللي انت بتعمله ده بالطلبات دي بالتارجت ده، مش قادر اطلعه، ايه بقى اللي هيحصل؟ بدأ يحطهم في معتقلات ويعذبهم ويعدمهم. علشان ايه بقى؟ يعني اتخاذا بمبدأ الفرخة اللي مش بنبيض بنذبحها. فانت مش هتكون عندي فلاح متخاذل مش قادر تطلع لي المحصول اللي انا عايزه، فانت مش قادر توصل للتارجت، فقلتك احسن، انت ما يعني ما تستاهلش الاكسجين اللي انت بتتنفسه. فاهم؟ اللي هو مش مثلا اتعاون معاه واشوف له حلول بديله او اقلل التارجت وبتاع، لا تمام. حقوق عمال ايه وفلاحين ايه؟ انت هتهرج، انت ما بتشتغلش. وبجد هو كان عندهم تهمه، الفلاح المتباطئ المتخاذل اللي مش بيحقق التارجت للدوله ومش عايز الخير لاهله وناسه، فاحنا بنذبحه على طول. فهو لازم الاول يعدي على المعتقلات الستالينيه يتعذب له شويه وفي الاخر بيتعدم. طيب الراجل اللي اتعدم ده ولا اتقتل ولا اتعذب واتقتل، هو مات في الاهو، مات خلص خلص وربنا رحمه الحمد لله. اللي عايش بقى بنكرمه يعني بنكافئه مثلا، ما هو بيشارك في التارجت وبيعمل اللي عليه فبيجتهد، فاحنا هنديله مكافاه؟ لا احنا هنجوعه. ما هو ستالين عنده تارجت وعنده خطة خمسية وعنده رقم مفروض هو يوصله في المحصول، فهو مش هيسيب للفلاحين كبشة قمح ياكلوا بيها، اي حاجة هيلمها. تمام؟ ندخل بقى على فكرة ان احنا سنة 33 مجاعة بقى. ليه؟ لانه الفلاحين مش لاقين حاجة ياكلوها، وفي عملية من ان البوليس بيقعد يفتش في البيوت، لو لقى كبشة قمح اي حاجه شعير اي حبوب، الناس اللي مخبيه الكبشه دي بيضربوا بالنار وهما واقفين. تفتيش المقاسي بقى، تفاصيل ده ما تقيل قوي، اللي هو الناس بتقعد تدفن الحبوب دي مش عارفه ايه، وبعدين يطبخوها بالليل ويداروا على نفسهم ويقفلوا الشبابيك ازاي علشان ما حدش يشوف الدخان فيجيش يتقبض عليهم فما يتقتلوش. تفاصيل لا يصدقها عقل. انتوا بتتكلموا بجد؟ طب الناس دي تاكل ايه؟ وبجد في قصص الاوكرانيين كانوا بيسجلوها بقى زي مذكرات كده، فالاحفاد هم بيحكوا انه يعني يا ويلو يا سواد ليلو اللي البوليس يقبض عليه مخبي شويه قمح. يعني حفنا، احنا بنتكلم على كبشات، حاجات يعني حاجات قليله قوي، ما هياش محصول، ما هياش شويله، ما هياش حاجه يعني. فلا هو بيتعذب قبل ما بيتقتل، يعني لازم يكون عبرة لبقية الفلاحين انه ده مش اوبشن عندك ان انت تخبي محصول او تاكل، انت هتهرج، احنا عندنا تارجت، فايه اللي انت بتعمله ده؟ فقصة البوليس وهو بيفتش الفلاحين والفلاحين طريقة تخبئة الحبوب، يعني
حوار الحياة ممكن ياخد منك طاقة نفسية في انه ازاي في ناس بتعمل كده في بعض. ففي 1933 اتعمل على اوكرانيا حصار، وكان ممنوع حد يهرب، يعني اللي بيهرب ده يا كان بيتقتل كالعادة زي اخواته، يا بيقتلوه يا اما بيرجعوه تاني جوه الحصار علشان يموت من الجوع. طيب فبدأت تحصل مجاعة من أبشع المجاعات اللي ممكن يعني حصلت في التاريخ، عرفت تاريخيا باسم هولودومور. هولود كلمات أوكرانية، هولود معناها جوع، مور معناها إبادة. طيب أنا أسفة جدا، أسفة قوي على اللي هقوله ده، لأن التفاصيل يعني تجزع لها النفس البشرية، وأنا يعني تعبت شوية أثناء البحث يعني والقراءة من أنه في بني أدمين اتعرضوا للوحاشة دي. بس مجاعة كانت قاسية جدا، الأوكرانيين بدأوا يأكلوا أي حاجة أي حاجة، يعني احنا عدينا مرحلة ورق الشجر وأي حاجة حية بقى، حيوانات عادية، حيوانات أليفة، عصافير وفران وضفادع وديدان، يعني موضوع كان صعب قوي. وأسفة أسفة على اللي هقوله ده، بس كانوا بيخرجوا الحبوب من فضلات الحيوانات، وحش قوي بجد. وبعدين وصل الحال للكانيباليزم، ان هم اصبحوا اكلي لحوم بشر. وبرضو مأساة في حكايات الاسر الاوكرانية، انه هم بيحكوا للاجيال بقى مذكرات، الجدود حكوا للاحفاد والاحفاد حكوا، يعني الموضوع كان صعب قوي، انه الاسر بدأت تستضعف، يعني تنقي اضعف ولادها اللي هو صحته مش قوية قوي، وبدأوا يقتلوه علشان باقي الاسرة تاكله. او تفصيلة تانية، انه بدأ ينتشر حالات القتل، الناس بدأت تقتل بعض عشان تاكل بعض، او يعني اللي ما كانش بيموت من الجوع كان بيموت مقتول. وبدأ يظهر تجار لحوم بشرية بيقفوا في الشارع بيتاجروا باللحم البشري، وكان بيموت بمعدل 25,000 انسان يوميا. والاعداد برضو بتختلف، بس يعني الهولودومور ده يعني حوالي من 7 ل10 مليون اوكراني ماتوا. طيب الاوكرانيين ماتوا، نرجع تاني نراجع، يعني احنا الاول الكولاكس، وبعدين الفلاحين العاديين برضو حصلت إبادة واتقتل منهم كتير، وبعدين الهولودومور الناس ماتت بسبب المجاعة البشعة دي. فستالين ملقاش حد يزرع الأراضي، الراجل عنده تارجت، يعني عنده ثورة صناعية وعنده إنجازات محتاج يسبق فيها أوروبا، فيعمل إيه بقى؟ يبتدي يهجر روس، جاب شوية روس وبدأ ينقلهم على أوكرانيا. ستالين حاول مرارا وتكرارا يغطي على أحداث المجاعة دي، وعمل بروباغندا علشان يغطي إنه ده ما بيحصلش، وأي حد صحفي مصور كان على طول بيتنسف من على وجه البسيطة علشان ما يسجلش اللي بيحصل ده، إنه حد بقى بيروح يصور جثث في الشارع، ولا ناس بتاكل بعض، ولا تجار بتوع اللي بيتاجروا في لحم البشر والحاجات دي كلها. ستالين كان بيدفنه حي علشان ما يسجلش وما يبلغش العامة باللي بيحصل ده. وحتى ورق الوفاة يعني ساعة الدفن ما كانش بيكتب فيه مثلا من المجاعة وكده، كان بيكتب فيه أي حاجة تانية، برد، مرض، من مش عارفة ايه بتاع، لكن ما بيكتبش مثلا انه الشخص ده مات من جوع. وستالين بالنسبة له الموضوع عادي، يعني ايه المشكلة في ملايين الملايين ماتوا، ايه يعني عادي جدا عادي جدا. ليه مقولة غريبة جدا بتقولك موت واحد تراجيدي، انما موت ملايين مجرد احصائيات، وعادي انه الناس تموت علشان الثورة تحقق اهدافها وخططنا واحلامنا، يعني موتوا شوية علشان الناس التانية تعيش كويس. وما كانش فارق له حاجة خالص، وحتى
كان ليه مقولة كده لما لينين كان يحاول ان هو يوقفه او يعني يلجمه في الغشومية اللي هو بيعملها في طريقة الحكم دي، فكان بيقول له انه ايدي مش بتتهز ولا بتتلوي، يعني هو هيكمل في السواد اللي هو ماشي فيه ده عادي جدا، مفيش حاجة بتوقفه. فاكرين في الجزء التاني لما حكينا على مراته نادية لما زعقت فيه على العشاء وبتاع وبعدين قامت موتت نفسها؟ هي دي بقى الواقع. هنا نادية كانت عارفة انه اللي بيحصل في الريف اوكرانيا يعني ايه اللي بيحصل هناك، وانه الناس بدأت تموت من الجوع وفي مجاعة والناس بدأت تاكل في لحم بعض وحاجات كده. فهنا ثارت على ستالين وقامت زعقت وبتاع وقامت ضربت نفسها بالنار، انه يعني ضميره يصحى كده ويستيقظ واي حاجة تقلق. ده قفش على مراته زي ما حكينا في الجزء التاني، و عشان بس لو حد قال طب مين اللي قال انه هي زعقت بسبب الموضوع ده، هي كتبت نوت يعني مذكرة كده صغيرة انه هي اقدمت على الانتحار بسبب موضوع المجاعة وافتراء وظلم ستالين وديكتاتوريته وبشاعة حكمه. حقيقة كان نفسي ابشركم بشرة سارة اقول لكم ان دي اخرة الاحزان الملايين الكتيرة قوي 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 اللي ستالين قتلها دي كان يعني بآخرتها، لكن تاريخيا اي حد بيتكلم على ستالين بعد الهولودومور والديكولاكلايزيشن والحاجات دي كلها بيقولوا لك وتبدأ ايام العذاب والارهاب. طب اللي احنا كنا فيها دي كانت ايه؟ ايه بقى؟ ايه ده؟ بس تمام، في اكتر من كده يعني الحمد لله. لو حابين تقروا اكتر عن الهولودومور، مجاعة اللي ستالين عملها بالتفاصيل الوحشة البشعة دي على مسؤوليتكم بقى الشخصية، انا حبيت بس ادي نبذات كده صغيرة، بس في طبعا حاجات ابشع واوحش. فلو حابين على مسؤوليتكم بقى اللي حابب ان هو يعرف اكتر، في كتاب حلو قوي اسمه Red Famine Stalin's War on Ukraine، ف هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس مع بعض المصادر، بس الكتاب ده فيه معلومات تقيلة. بس ودي كانت احسن حاجة ممكن نحكيها توضح ستالين ودماغ ستالين، وان هو قد ايه ما حدش بيفرق معاه وبيدوس على الكل في سبيل ان هو يوصل لهدفه. فدي كانت القصة اللي هو عملها في اوكرانيا. ان شاء الله في الفيديو الجاي، احنا قلنا 4 اجزاء بس يعني حسينا انه لا، اللي عمله في اوكرانيا دي تاخد فيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله نحكي على تصفية ستالين لاعدائه. الموضوع ما كانش بس تروتسكي يعني، لا هو في اعداء كتيرة قوي كانوا حواليه وهو كان عايز يخلص عليهم. الفكرة بقى في ستالين ان هو يعني مثلا النازيين في ليلة السكاكين الطويلة وكده كانوا بيعملوا مجهود وحركات، وجوبلز يعمل بروباجندا، ستالين ما كانش بيعمل حاجات دي خالص. هنهرج عادي يعني، انا هقتل اي قتيل وهمشي في جنازته اتس اوكي عادي يعني. فهنشوف برضو دماغه الإجرامية ازاي ان هو تخلص من اعدائه بقى، لا حور ولا طلع خطابات ولا صدق على نفسه من مش عارفة ايه، وقعد زبطهم كلهم لحد ما تخلص منهم كلهم. ففي الفيديو الجاي هنتكلم على تخلص ستالين من رجالة لينين وأعدائه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي.